على بركة الله. معك هوية يا بنتي؟ ايه معي. هلأ شو؟ خلص تجوزنا. ما عم صدق انه بهالبساطة خلصت. يا عمري انت لا، هيدي ما اسمها خلصت، هيدي اسمها نحن هلأ عم نبلش. نحن ما تهورنا صح؟ الله يخليك لأنه ما تهورنا. ما هي إذا بتطلبي روحي بعطيك إياها، شو عم تحكي؟ إحنا تجوزنا. كنت مفكر مستحيل هذا الشيء يصير. أنا بوديك إنك مش رح تندمعي على اللي عملتي بحياتي. بس أهلي ما رح يسامحوني. مع الوقت كل شيء بيتزبط، رح يتعودوا ويجوا يصلحوك. بعدين بكره إذا الله رزقنا بولد، إنك رح تجي راكد وتصالحك بوديك. خلص أنا من بكرة رح أروح أدور على بيت جديد أكبر من هيدا. بس تضطرينا هالكم يوم يا ست الكل. بحبك. بحبك. طيب أنت كيفك؟ الحمد لله. سامحيني تأخرت عليك. لا عادي ولا يهمك. أها طمني. فتحت لك موضوع أنا؟ ما لقيت وقت مناسب. أنت أنا لك فترة. معقولة ما لقيت وقت مناسب؟ ولا حتى قلت الخال على الأقل؟ كلهم مشغولين مع سيدي. بس أنت قلت لي إنه سيدك تعافى الحمد لله. صحيح، بس بغالي كمان شوية وقت عشان أقنعهم بكلامي. هند يعني حتسافر مرة تانية وتسيبني كده معلقة؟ لا تقولي كده يا هند، الإجازة القصيرة دي ما كانت في الحسبان أصلا، لا على البال ولا على الخاطر. أنا وعدتك إني أجي أخطبك لما أتخرج. وأنا عند وحدي. حجي أخطبك. يحيى! شو يحيى! كانوا مالعين زيارات المدرسة العسكرية، حاولت زورك أكثر من مرة. ليك عملت لك هذا، استعمله دائما مشان تندفى، إيه؟ اشتهت لي كثير. وين أجا فرزاك؟ بالقفقاز. شو؟ ليش ما هربت؟ تزبهروا فيها أعداء ميداني. يلا سعري بسعر كل هالناس، يعني معي فريد وعبد الرحمن. وفايز وين؟ السدى مثل ما بيقولوا بكون هو ورا فرزنا. بدك تمسكي هذا مفتاح البيت، خليه معك. وين بدك تكون هاي جماعتي؟ انت شو عم تعمل هون؟ كنت عم دور على كتاب، قالوا لي بلاقيه هون بالمكتبة. اي كتاب؟ انا بسأل عنه. باقية؟ ايه عندي فحص. شوفي الاسم. يعني هلا عم انا ولا مرة شفتك لا بالسهرات ولا بالحفلات. كنت بغير جو. شو هو؟ من أسبوع أو 10 أيام، الفترة يلي أول مرة شفتك فيها كان عم بصير شي بحياتي، القصص عم بتصير أوضح قدام عيوني. مين أنا؟ لوين بدي روح؟ شو بدي من الحياة؟